تأتي زيارة وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال إلى المستشفى الولائي لحارة فرش الزراف بالدائرة الأولى برفقة السفير المصري لدى البلاد سعادة عمرو الرفاعي وعدد من فني الوزارة، وذلك بهدف التعرف على أقسام المستشفى وما يحتويه من معدات وصالات للمرضى. هذه الزيارة سمحت للوزير والوفد المرافق له بالتجول في الأقسام المختلفة بالمشفى للتأكد من جاهزيتها قبل افتتاحه لاستقبال المرضى. المستشفى ده أنا كلمت لأخونا السفير المصري، قلنا له يعني إحنا عندنا مستشفى لدرجة عالية ومحتاجين لأطباء ولخبراء، خبراء لكل المجال. عند قلنا أخواننا ده يجوا معانا هنا ويشوفوا معانا، وبعدين نسوي لنا دفتر أن ندوره كلنا أوروم، ندوره كده طبيب كده في مخصص في الناحية في المجال الكي، مخصص في المجال الكي، وعايزين تكنيسيان، التكنيسيان البقدر بقوم بعمليات حق الراديو ولا حق الإسكانير ولا حق المعدات الدقال والحاجات بتاع الأنستيزي والحاجات دي كلها بدور خبراء. سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد سعادة عمرو الرفاعي امتدح جهود الحكومة في المجال الصحي، وأكد استعداد بلاده للوقوف مع الحكومة في هذا المجال ترجمة لمتانة العلاقات المتميزة بين البلدين. ممكن نعمل نوسع مجالات التعاون في سبل إدارة المستشفى، يساعدنا ان احنا ان شاء الله نشوف احتياجات الجانب الانشائي في المستشفى دي ايه، وفي ضوءها هنبعت نجيب خبراء والدكاترة والأطباء والممرضين يساعدوا الجانب الإنشائي في إدارة المستشفى من الخبرة المصرية في إدارة المستشفى. زيارة اكتشف من خلالها وزير الصحة العامة والوفد المرافق له جاهزية هذا المشفى الذي يتميز بمعدات طبية حديثة لمباشرة العمل عند الحوجة أو أثناء افتتاحه رسمياً.